الناس ليعلم القاصي والداني كيف تصرف النادي الأهلي بقيم وتقاليد راسخة على مر الزمان. الحمد طبعا في النادي الاهلي الاحداث التي وقعت عقب مباراه السوبر المحلي التي اقيمت على ارض الامارات الشقيقه والتي تستحق كل الشكر والتحيه. وانطلاقا من ثوابت النادي الاهلي ومبادئه الراسخه على مر الاجيال فان النادي لن يدافع عن مخطئ ذات يوم ايا كان موقعه ولكن يبحث دائما عن العداله ومعايير واحده يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز وفق نصوص لائحيه وقواعد قانونيه. لذا حرص النادي على استجلاء الحقيقه كامله من خلال تقرير السيد رئيس بعثه الاهلي في ابو ظبي وتقرير مدير جهاز الكره والاجتماعات التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع كليهما بهدف اتخاذ اجراءات رادعه تجاه اي متجاوز وعقابه قبل الدفاع عن اي مظلوم. وبالتالي على الجميع وفي مثل هذه الظروف ان يتحمل مسؤولياته، خاصه وان النادي الاهلي قد نبه مرارا وطرق كل الابواب المشروعه على مدار ما يقرب عامين كاملين وخاطب الجهات المعنيه الرياضيه وغيرها مرات ومرات لايقاف الخروج عن الاداب العامه والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري لا سيما من جانب المسؤول الذي يكيل السباب والشتائم على الشاشات ليل نهار ويخوض في الاعراض ويوزع الاتهامات ويحرض على العنف والكراهيه ويهدد هذا ويتوعد ذاك سواء حكام او مسؤولين او اتحادات رياضيه دون حسيب او رقيب. وتسبب هذا المسؤول في تهجيج مشاعر الجماهير بتجاوزاته وكان من الطبيعي ان يندرج تحته ذات يوم من يرتكب الافعال الفاضحه ويسيء لكل المصريين على ارض دوله شقيقه تربطنا بها علاقات تاريخيه. لذا من تقع عليه المسؤوليه بالدرجه الاولى تجاه هذه الاحداث المؤلمه هو من ترك هذا المسؤول يعبث في الوسط الرياضي كيفما شاء ضاربا باللوائح والقوانين عرض الحائط وفي المقدمه اتحاد الكره والقائمين عليه والذين لابد ان يكشفوا للراي العام عن سر صمتهم ووقوفهم مكتوف الايدي حيال هذا المسؤول وعدم تطبيق اللوائح تجاهه والاكتفاء بمعاقبته شكليا وان يدركوا الان حجم الخطا الذي ارتكبوه عندما تجاهلوا عن عمد التحقيق في الشكاوى العديده التي تقدم بها النادي رسميا مدعومه بالمستندات بحق هذا المسؤول الذي سب وقذف وشتم واساء الى سمعه العائلات كما يتحمل اتحاد الكره ولجانه المسؤوليه ايضا لان معظم قراراته التي صدرت عن لجنه الانضباط والاخلاق في السابق لم تكن منصفه للعداله ولا للوائح بل اتسمت بالتوازنات والمسكنات. وليعلم الجميع ان النادي الاهلي قبل اسبوع ارسل خطابا رسميا لاتحاد الكره يحذر فيه من مغبه التفاوت غير المبرر في العقوبات الصادره عن لجنه الانضباط والاخلاق خاصه في المواقف المتشابهه بل ان هذه اللجنه تتخذ العقوبات وتقوم بتعديلها بعد اقل من اسبوع ولا يعرف احد الاسانيد اللائحيه عند توقيع العقوبه ولا عند تعديلها خاصه وان القائمين على اتحاد الكره اصروا على التصدي لكل من حاول التعرف على اللائحه المنظمه للمسابقه. لقد ارسل النادي ثلاث مكاتبات رسميه للاتحاد منذ بدايه الموسم يطلب نسخه من لائحه المسابقه ليعرف ما له وما عليه ولم يتلقى اي رد حتى الان. وبنفس منطق عدم الشفافيه الذي تنتهجه اللجنه المؤقته لاتحاد الكره والذي يتعارض مع التطبيق الواضح للوائح راح تتعامل مع احداث مباراه السوبر لطمس الحقائق بعقوبات جائره بحق لاعب الاهلي وانصفت من ارتكب بالفعل المشين وخدش الحياه ومعه من اشعل غضب الجماهير واستفز مشاعرهم كل ما سبق. وفي ضوئه اجتمع مجلس اداره النادي الاهلي في جلسه طارئه مساء اليوم واستعرض كل الاحداث للحفاظ على حقوق النادي المشروعه وقرر ما يلي: 1- رفض كافه العقوبات الصادره عن لجنه الانضباط والاخلاق باتحاد الكره بحق لاعب الاهلي وعدم الاعتداد بها للاسباب التاليه: اولا هي عقوبات صدرت وفق لائحه لم يتم اخترنا بها ولا نعلم عنها شيئا رغم قيامنا بمخاطبه اتحاد الكره منذ بدايه الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخه منها ولم نتلقى اي رد علما بان قيام اللجنه المؤقته بتعديل اللائحه المعتمده لم يكن بموافقه الجمعيه العموميه ولا بتفويض منها ومثل هذه العقوبات ووفقا للائحه الاصليه المعتمده هي من اختصاص لجنه المسابقات وليس لجنه الانضباط والاخلاق. ثانيا لانها عقوبات غير عادله وهناك ازدواجيه في المعايير عند معاقبه البعض بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح هو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقه عديده لامور معظمها مرتبط بالانفلات الاخلاقي. ثالثا تجاهلت لجنه الانضباط والاخلاق لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم عندما قامت بتوقيع عقوبه انتقاميه وقررت ايقاف احد لاعبي الاهلي وحرمانه من المشاركه في المباريات لنهايه الموسم دون اجراء تحقيق معه وهو امر تم النص عليه في لوائح فيفا فيما تم تفصيل عقوبه لمن ارتكب الفعل الفاضح وهو يستحق العقوبه الاشد وفقا للوائح الدوليه. رابعا لانها عقوبات جاءت في حيثياتها التي اعلن عنها اتحاد الكره عبر موقعه الرسمي انه تم الاستناد الى كاميرات الجهه الناقله لاحداث المباراه
والاسطوانه المدمجه التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والوارده من هيئه ابو ظبي للاعلام القائمه بمهمه النقل التلفزيوني للمباراه لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع، وهو ما اكده محمد فضل عضو اللجنه المؤقته لاتحاد الكره في تصريحاته الرسميه لوسائل الاعلام. وبمخاطبه النادي الاهلي لقناه ابو ظبي الرياضيه الحاصله على حقوق نقل المباراه افادت رسميا انها لم تقدم للاتحاد المصري لكره القدم ولا لاي مسؤول به اي ماده فنيه خاصه بعد بالاحداث التي وقعت عقب المباراه، وهذا امر يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقيه امام الراي العام باكمله. اثنين، ده ثاني قرار من قرارات مجلس الاداره محمد. اتفضل. ارسال شكوى للاتحاد الدولي لكره القدم ضد رئيس اللجنه المؤقته لاتحاد الكره الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤوليه وراح يشعل غضب جماهير الاهلي بالاحتفال مع لاعبي الفريق الذي ينتمي اليه في الممر المؤدي الى غرف الملابس الخاصه بهم، وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافيه، ولم نكن نتمنى اللجوء الى هذه الخطوه لولا خروج رئيس اللجنه المؤقته عن كل حدود مسؤولياته وكانت تصرفاته دعوه للتعصب في الشارع الرياضي. ثلاثه، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كاف لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي، كما تقرر التصعيد أيضا للجهات الدولية وشكوى المسؤول الذي يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع، علما بان النادي سبق وان ترفع كثيرا عن اللجوء للجهات الخارجيه بخصوص خروج هذا المسؤول عن الاداب العامه، ولكن ازاء ما تم اختارنا به رسميا وقيام هذا المسؤول بشكوى النادي الاهلي بالاتحاد الدولي لكره القدم بدعوى تحريض احد لاعبيه للهروب وهو كلام عار تماما عن الصحه ويخالف الواقع، لذا سنقوم بمقاضاته امام كافه الجهات الدوليه. اربعه، التحفظ على سياسات واداء اللجنه المؤقته التي تدير اتحاد الكره والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين انتهاء فترة توليها المسؤولية خاصة بعد القرارات المتناقضة التي اتخذتها هذه اللجنة في الفترة الماضية والتي انحازت فيها للبعض على حساب الآخر الذي يعكس عدم وقوفها على مسافة واحدة منها. هذه أربع قرارات صادرة عن مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم. زميلي العزيز الإعلامي شريف فؤاد حابب تعقب تقول أي شيء تاني لمزيد من الإيضاح للسادة المشاهدين ولجماهير النادي الأهلي اللي بتتابعنا وبتسمعك دلوقتي قبل ما نبدأ نناقش هذه القرارات مع ضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ محمود صبري؟ أنا بشكرك وأشكر يعني الأستاذ محمود وأترك لكم حرية التعليق. أشكرك زميلي العزيز الإعلامي شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا جزيلا لك.